انطلقت بالرباط يوم الخميس مبادرة إفريقية تحت عنوان أطفال صحة أطفال سعداء بشراكة بين جمعية أطباء الأطفال للممارسة الحرة وجمعية أصدقاء مستشفى الأطفال بالرباط وبدعم من مجموعة سانوفي للأدوية. وترتكز المبادرة على ثلاث محاور: الأول يتعلق بتطوير مجموعة من الأدوية واللقاحات، أما المحور الثاني خصص لتكوين مهنيي الصحة ببرامج للتكوين المستمر، ويضم المحور الثالث حملة إخبارية توعوية موجهة للعموم. وقد مكن التطور الديناميكي لبرامج صحة الأطفال من تحقيق إنجازات هامة، ولا سيما في خفض وفيات الرضع والأطفال بفضل تعميم استراتيجية العلاج المدمج للأطفال.